وفي هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الثامن في المجموعة، الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان الصعود من مسافة 1500 متر. في أول المراكز هذا منعوت للسيد عبد الله بن راشد النشيرة مع منعوت في أول المراكز. ثاني المراكز هذا شاهين للسيد محمد بن سالم المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز الحصيني للسيد هزاع بن حمد أبو شهيدة في ثاني المراكز. في ثالث المراكز رابع المراكز السيف للسيد فهد بن طالب المري، ولكن منعوت روح مع منعوت شاهين. منعوت في أول المراكز للسيد عبد الله بن راشد النشيرة في أول المراكز، لكن تسلل شاهين للسيد محمد بن سالم المري في هذه اللحظات في أول المراكز، ولكن منعوت للسيد عبد الله بن راشد النشيرة في ثاني المراكز. ثالث المراكز وصل الحصيني للسيد هزاع بن حمد بشريدة في ثالث المراكز، ولكن شاهين للسيد محمد بن مسلم محمد بن سالم المري في اول المراكز. ثاني المراكز هذا منعوت للسيد عبد الله بن راشد النشيره في ثاني المراكز. ثالث المراكز الحصيني يدعم لك الحصيني للسيد هزاع بن حمد ابو شريده في ثالث المراكز، ولكن شاهين طار شاهين من المركز الاول. هذا هو شاهين للسيد محمد بن سالم المري في اول المراكز. ثاني المراكز هذا شاهين او منعوت للسيد عبد الله بن راشد النشيرة، ولكن شاهين في اول المراكز للسيد محمد بن سالم المري في اول المراكز. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق مع شاهين للسيد محمد بن سالم المري في شوط الختام. تهانينا على هذا الفوز وهذا الاداء المميز مع شاهين للسيد محمد بن سالم المري. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصل منعوت للسيد عبد الله بن راشد النشيرة، وفي ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات الحصيني للسيد هزاع بن حمد بشريد المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 17 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين. الشكر موصول لكل الذين قاموا على نجاح السباق هذا اليوم. شكرا للسيد الطالب السيد صالح بن طالب بن عقيل المري راعي الطافح على هذا التميز. شكرا للزميل حمد بن هزاع ابو شريده. شكرا للسيد مروان في صياغه عربه النقل. شكرا للسيد وطبي سالم في الاخراج والتصوير. وهذه تحياتي محدثكم محمد الحسن الكباشي.